مبروك للشعب المغربي تنظيم كأس أمم إفريقيا في 2025، ومبروك للشعب الجزائري افتتاح نقطة جديدة لبيع العدس واللوبيا. السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. كنتمنى باش تكونوا بخير ودوزتوا نهاركم مزيان. الإعلام الجزائري فينما قلبتي في أي قناة جزائرية تلقاهم كيهضروا على تنظيم كأس إفريقيا، وكل شيء كعيان وكل شيء كيقول بأن كاين الكولسة وكاين مؤامرة. أصدقائي الأعزاء، قبل ما ندوزوا نشوفوا الحلقة ونشوفوا الإعلام الجزائري، غادي نتفرجوا لواحد المقطع ديال واحد الفيديو، نضحكوا ونفوجوا شي شوية، عاد نمشيو نشوفوا الفيديو. وهاك دي معك هادي تاجع كاس أمم إفريقيا المغرب 2025، بخ يا ودي والله العظيم لو ترشي الناس كوري زينو الناس ديال وجدة الليلة ولا لرقدتو هتضلو تسمعو قلتلك الزقيق الله بنادم قلتلك يضل يعوق ايو كيما ديري طيري. شوف خدي حنا قباح، حنا خويا قباح تزادين بشوية القوة، ربي عطانا القوة. شوف لقيا القشع ورا القشع يا واقف كيسبع ورا عبد الرحيم رحنا اللي غنديرو تنظيم يا ورا شي جيران طاح عليهم الضيم. واشو خدي قالك باغي نساحبو، قالك اي تنساحبي زعما مصوتين عليك وما مصوت عليك حد وانا راني كديب هذا استريحي تنساحبي حنا في العروسة لعب البوكس دوز تريحي على 22 صوت يا ودي ما تعاود بارسا ترى شوف اخويا حنا قباح هادشي اللي عطا الله ايوا المسامحه ان شاء الله يدوز هادشي بخير وعلى خير. ويلكم تو مروكو. في اي قناه كتقلب ليها جزائريه كتلقاهم كيهضروا على تنظيم كاس افريقيا 2025 وكيقول لك المغاربه والمغرب ما كانش عليهم هما اللي غادي يعطيوهم هاد الكاس باش ينضموه، لان الجزائر هي اللي تستاهل. وحنا كنا عارفين بان كاينه الكولسه وكاين بزاف نتاع المؤامره على الجزائر وما كانوش باغي الجزائر. اصدقائي الاعزاء، كيف ديما والقصيده دائما كتعاود، هذا الاعلامي اللي غادي نشوفوه دابا قال كسيدي حنا كنا عارفين بان المغرب هو اللي غادي ينضم كاس افريقيا، ولكن حنا ما بغيناش نطيحوا المستوى ديال الجزائر، وحنا كنا عارفين بان كاينه كولسه من اللي خرج فوزي القجع تعرف وقال بان المغرب هو اللي غادي ينظم كاس افريقيا. اصدقائي الاعزاء، ما نطولش عليكم، غنمشيو نشوفوا الحلقه. ماذا بكم تعطيو لنا الاراء ديالكم وتعطيو لنا لايك لهذا الفيديو هذا باش يطلع ويوصل لجميع المغاربه في جميع انحاء العالم. يلا نشوفوا الحلقه ونتلاقاو في النهايه. عادي علاش عادي؟ علاش عادي؟ لانه من العامه هذا مسؤول في الاتحاد الدولي لكره في الاتحاد الدولي لكره القدم، هذا الفوزي لقجع عضو المكتب التنفيذي للفيفا. استاذ عباس، نعطيك سؤال قبل ما ننساه. انت لا في هذا في نفس الطرح، انت من بين الجماعه اللي راحين يختاروا ما بين الجزائر والمغرب، تنظر للملف تاع المغرب تلقاه 8 ملاعب دوليه، تلقاه هنالك 18000 فندق 5 ستارز، تلقى هنالك دي زايروبور، تلقى دي بوس، تلقى دي ليزاشمينمون، تلقى تجربه رهيبه في احتضان مثل هذه التظاهرات. تروح للجزائر تلقى 5 ملاعب، 5 ملاعب قال عليهم بالماضي بلي 3 عندهم عشب لا يليق بممارسه اللعبه تاع الاطفال الصغار، ما بالكم كره القدم. عندما تشوف هذا الملفين استاذ عباس، من تختار بكل نزاهه؟ من تختار يرحم والديك؟ عبد الغني تفضل. والله غير نهضر لك بكل نزاهه تفضل. والله وربي راه شاهد غني نهضر لك واش كاين اعتقادي ومبادئي. اليوم انا نكمل لك غير في انت عضو المكتب التنفيذي تاع لا فيفا وعضو المكتب التنفيذي تاع لا كاب يعلن امام البرلمان المغربي رسميا يقول لهم بلي الدوره هذه راح تصرى في المغرب في 2025. عفوا، ما الجدوى؟ ما الجدوى اننا حنا نروحوا نخلوا الملف تاعنا؟ ما نخليش الملف تاعي، علاش؟ لان الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم على راسها باتريس موتسيبي كانت قادره توجه استفسار حتى ولو كان شفوي. قال السي محمد انت راك عضو المكتب التنفيذي تاع لا كاف وعضو المكتب التنفيذي تاع لا فيفا، كيفاش دير هذه التصريحات؟ ولا رد فعل لموتسيبي ولاعضاء المكتب التنفيذي. الامور حسمت في الكواليس من قبل هاي الدوره تاع 2025 تديها المغرب، والدوره تاع 2027 هاي بين قوسين نعطيك معلومه صغيره السنغال هي اللي تنازلت على تنظيم 2027 ومدوها للثلاثي اوغندا تنزانيا مع كينيا.
علاش نشارك انا في مسرحيه خلاص الناس عرفوا هذه المسرحيه؟ اليوم السؤال المطروح، اين نحن الجزائر من صناعه القرار على المستوى الرياضي القاري؟ انا نقول لك باللي المسؤوليه تاعنا، نقول لك باللي احنا من 2017 بعد الهزيمه اللي تلقاها راوا امام فوزي لكتع في انتخابات الكاف في الكابون، شفنا انهيار تام، شفنا باللي ما عملنا اي شيء حتى في 2019 وين كانت عندنا الفرصه باش نعاودوا نولوا للجنه التنفيذيه تاع الكاف. السي خير الدين صدتي رئيس الاتحاد الاسبق ضيعنا الفرصه. علاش ضيعنا الفرصه؟ لانه كان قادر هو يترشح للمنصب، راح رشح النائب تاعو عمار بهلول وخسرنا امام السلماني اللي نفس المنافس خسر ربح الجزائري جهيد زفير. احنا ما خدمنا اي شيء من اجل اننا نكونوا في الاتحاد الدولي الاتحاد الافريقي لكره القدم. اما فيما يخص الملاعب والسؤال تاعك كان واضح يا اخي، يا اخي كاين منافسه، علاش الملا علاش الملا لاكاف مدت التعيينات؟ شوف لي كنت في علمك الاخ عبد الغني والناس قاعد تشاطرني الراي، ما كاش بزاف في افريقيا اللي يقدروا ينظموا كاس امم افريقيا دو بلدان شمال افريقيا، كاين الجزائر، المغرب، مصر، جنوب افريقيا، وبدرجه اقل السنغال اللي تقدر انها تدير. اما فيما يخص البنيه التحتيه الحمد لله خويا، الحمد لله عبد الغني. انا نشوف بكري كنت نقول انا وهو مصطفى يشهد كنا نعيطوا نقولوا بلي لوتي دو ترافاي في الجزائر ما كاش اللي هو الملاعب، اليوم الحمد لله كاين ملاعب. عباس انت عباس انت مضيت على مقالات في جريدة الخبر وقلت باللي الجزائر نجحت في تنظيم التظاهرة الرياضية في وهران والآن ولينا في مصف الدول اللي عندها الإمكانيات باش تدير أحسن من هذا، والآن راك تقول لي هذا قرار صائب لأننا سحبنا ملفنا من تنظيم تظاهرة في إفريقيا، ألا تعتبر هذا تناقضا في حد ذاته أستاذ عباس؟ مش تناقض، انا نقول لك باللي احنا اليوم احنا كي تقدمنا لي باش نحوسوا ننظموا كاس امم افريقيا هذا كان قرار غير صائب، لاننا ما كناش نحسبوا ما على بالناش باللي الامور هذه تحسم في الكواليس. مش نهضر لك على النتائج الرياضيه الفنيه، مصطفى راهو يخلط بين النتائج الفنيه تاع المنتخب ولا تاع اتحاد العاصمه وتاع الافنان وين كاين قرارات حاسمه. نعطيك انا مثال، نعطيك مثال، لازم نكونوش لازم نكونوا واقعيين في الرباط، في الرباط في الجمعيه العامه الانتخابيه، الجمعيه العامه العاديه تاع الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم تاع الدوره كيما نقولوا احنا 43، شفنا باللي داروا عدلوا واحد القرار، عدلوا بعد قرار، عدلوا قرار الماده الرابعه باش يمنعوا الصحراء الغربيه باش تدخل الى الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. علاش ندخلوا السياسه لا؟ هاهم الكواليس، هاهم الكواليس اللي راهم تحاك ضد المبادئ الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. الجزائر ما حبش تشارك في هذا المساله، انت تبعث مبعوث تاعك وتروح اليوم كيما نقولوا احنا للاجتماع تاع المكتب التنفيذي وتعرض انت كيما نقولوا احنا الملاعب تاعك وانت على بالك باللي في قرارات نفسك وفي في في الحقيقه انه الامور محسومه من قبل. اليوم يعني معاك عبد الغني العيب صحراء وفينا، العيب اننا ما خدمناش دوبي 2019 دوبي كي راح روراوا كي خسر روراوا امام الكجع ما خدمنا اي شيء باش يكون عندنا وزن في الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. صحيح كل هذه الامور صحيحه، لكن لازم انت تشاطرني الراي عبد الغني، الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم الان راهي مختطفه، مختطفه من قبل اطراف ما راهيش تسعى من اجل تطوير الكره الافريقيه، راهي تسعى من اجل مصالح ضيقه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم اصدقائي الاعزاء، شكرا لكم وسمحوا لنا انكم نطولنا عليكم. بالنسبه للناس اللي باقا ما شاركتش معنا مرحبا بكم اصدقائي الاعزاء، اشتركوا فعلوا جرس باش توصلوا بجديد اللي كنحطوا دائما في هذه القناه المتواضعه. مازال ما درتيش لايك كنتمنى منك باش دير لايك الفيديو باش يطلع يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. ما غنطولش عليكم غادي نخليكم حتى الحلقه اخرى ان شاء الله، ديما مغرب والصحراء مغربيه. السلام عليكم.